ونحط لها بركاته. هنعمل مع بعض كيكة من 3 طبقات، كيكة سهلة، ممكن تعمليها في قالب الكيك الباوند أو ممكن تعمليها في صينية الكيكة بتاعتك العادية. تابعينا وشوف الخطوات بتاعتها بكل سهولة. أول خطوة بالنسبة لي هي أهم خطوة، إن أنا أنخل الدقيق مرتين على الأقل. كوبايتين ونص من الدقيق تنخليهم حلو قوي. المقادير بتاعتنا كوباية زيت، وكالعادة انا بحط معاها مكعب زبدة، وكوباية لبن، كوباية وتلت سكر، 3 بيضات، كوبايتين ونص دقيق، فانيليا، بيكنج باودر، ونص كوباية كاكاو خام. اول حاجة هنحطها الزبدة مع الزيت، وياخدوا لفة كده سريعة. بعد كده هنحط البيض، 3 بيض، وهحط الفانيليا عشان الفانيليا هحط 2 مع بعض بيخلوا ريحتها اجمل بكتير. ونشغل المضرب تاني. دلوقتي بقى هحط كوباية اللبن وكمان السكر، يبقى انا كده اخدت كل السوائل مع بعضها وضفت بس مع السوائل السكر. هاخد جزء من الخليط بتاع السوائل دوت انقصه لوحده عشان هحتاجه لما اجي ازود الكاكاو. بسم الله. حوالي 1/3 كوباية او 1/2 كوباية. دلوقتي بقيت السائل اللي معانا هنا هنزل بيه بالدقيق. بالتدريج حبة بحبة. ننزل ارجع بس المضرب الاول. هاخد حوالي 1/3 الخليط بتاع الكيكة ده هحطه في بولة لوحده عشان الجزء التاني، حوالي 2/3، انا اسفة، عشان الجزء التاني انا هخلط معاه الكاكاو الخام وبقية السائل اللي احنا كنا ناقصينه من الاول. ادي الكاكاو، بسم الله، وادي بقية السائل اللي احنا كنا ناقصناه اول مرة. وهنشغل عليهم المضرب تاني. قالب الكيك بتاعي انا حطيت فيه ورقه زبده، وهنزل اول جزء معانا بالشوكولاته الدارك، طبعا مش كلها، هنسيب جزء منها، الجزء اللي احنا هنخليه فاتح شويه. الجزء اللي احنا سيبناه هنا هنزود عليه بقى خليط من الكريمي الاولاني عشان يديني الطبقه الافتح. محتاجه المضرب بقى تاني قلبيها بالاسبتيولا كده على طول، لو عايز تعمليها بالمضرب براحتك. اللون هنا افتح من الجزء الاولاني اللي كان غامق اكتر عشان نسبه الكاكاو فيه اعلى. هننزل بقى بيها برضو على القالب. بسم الله. اغسلي الاسبتيولا بقى حلوة بتاعتك او امسحيها كويس بين كل طبقة والتانية عشان يبقى كل لون منفصل. ودي اخر طبقة معانا، طبقة الكيك الابيض. خلاص كده حطيت الـ3 طبقات وهدخلهم على الفرن
على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة، وبعد كده نشوف هنعمل معاها ايه. الكيكة اهي خلاص الحمد لله طلعت من الفرن، هتفرغي حوالين منها. انا سبتها طبعا لما تبرد شوية عشان اقدر امسك القالب بتاعها. هتفرغي حوالين منها بالسكينة. تكوني مجهزة بقى قالب مناسب ليها. بسم الله. نشيل بقى ورقة الزبدة، نقطعها مع بعض. المفروض تصبري عليها حبة كمان، ما تقطعيش وهي سخنة قوي كده، بس احنا عندنا ناس مش صابرة عليها. ممكن بقى تحطي حبة شوكليت شيبس عليها وهي سخنة كده هيسيحوا. ممكن الشوكليت كريسبي. كيكة بقى مفيش ابسط من كده. لو انت عايزة طبقة الكيك الابيض يبقى اكتر، هتزودي الكمية بقى زي ما يعجبك. عايزاها البني اكتر او المتوسطة او الابيض زي ما يعجبك. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لنا رأيكم فيها ايه. هي كيكة بسيطة وما خدتش مننا وقت وشكلها مشرف قوي في العزومات. كنت معاكم مارو حماد ونادي كل الستات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لامي وابي واموات المسلمين اجمعين. ممكن بقى تحطي حبة شوكليت شيبس عليها وهي سخنة كده هيسيحوا. ممكن الشوكليت كريسبي. كيكة بقى مفيش ابسط من كده. لو انت عايزة طبقة الكيك الابيض يبقى اكتر، هتزودي الكمية بقى زي ما يعجبك. عايزاها البني اكتر او المتوسطة او الابيض زي ما يعجبك. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لنا رأيكم فيها ايه. هي كيكة بسيطة وما خدتش مننا وقت وشكلها مشرف قوي في العزومات. كنت معاكم مارو حماد ونادي كل الستات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لامي وابي واموات المسلمين اجمعين. المفروض تصبري عليها حبة كمان، ما تقطعيش وهي سخنة قوي كده، بس احنا عندنا ناس مش صابرة عليها.